بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، سعد الله مسائكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة، وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع هذه الانطلاقة، انطلاقة الشوط الخامس عشر وهو الخاص بفئة الإبكار اللي جاية من مسافة 5 كيلومترات. الحاضر معنا في مساء هذا اليوم في مساء سن اللقاية، نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى. مشاهدينا متابعينا الكرام، وهنالك من تتواجد على الصدارة بشعار هجن إنتاج أم الزبار، صدمة على المركز الأول بمتابعة المضمر سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري، من يقدم لنا صدمة على المركز الأول. المركز الثاني الصميمة القادمة بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز بمتابعة المضمر سعد بن محمد آل بوبح المري، من يتابع انطلاقة الصميمة على المركز الأول وعلى الانطلاق الأول على المركز الثاني. بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، القدوم والانطلاق مع شعار هجن الرئاسة، من بدأ يتقدم الآن ويعلن عن حضوره بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يتقدم الآن على مستوى المركز الثالث مع هذه الانطلاقة المميزة الصمود. المركز الرابع وصلت مضمونة من هجن الرئاسة بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم ألوهي، بمن يقدم لنا انطلاقته مضمونة الحاضرة في هذه اللحظات على مستوى المركز الرابع. بينما المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، الوصول مع شعار هجن العاصفة القادم على مستوى هذه الانطلاقة المميزة الشاهنية من هجن العاصفة، غياث الهلال قادم على المركز الخامس. المركز السادس وصلت الآن وتقدمت مشاهدينا متابعي الكرام الغزالة من هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، من يقدم لنا هذه الانطلاقة المميزة كما قدم لنا عسيلة في أول رموز هذا المساء، وقدم لنا الأسماء المميزة مع لاهوب يأتي هنا بانطلاقاته الكبيرة في هذا المساء، وكعادة للبرنس أيضا نتابع بدورنا الأسماء القادمة. مشاهدينا متابعينا الكرام، غزوة من هجن الشحانية، فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري، من يقدم لنا غزوة اللي تحتل المركز السابع. المركز الثامن تقدمت الذيبة هجن إنتاج أم الزبار، علي بن سالم بن متعب الصعاق، من يقدم لنا هذه الانطلاقة أيضا نتابع. المركز التاسع الوصول والانطلاق مع الجحيدية من هجن إنتاج أم الزبار، زيد بن محسن بن طيثاب آل نديلة، من يقدم لنا الجحيدية. والمركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام، الهبيبة من هجن الرئاسة العملاق سلطان بن محمد بن سالم ألوهيب، وأيضا القادمة والمنطلقة طيف من هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم لنا انطلاقة طيف القادمة على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذه الأسماء ولهذه الشعارات. نعود بحضراتكم إلى صدارة هذا الشوط مع التغيرات التي طرت وجرت على مقدمة الشوط. غير شعار هجن الرئاسة على المركز الأول مع انطلاقة مضمونة، مضمونة من تحتل المركز الأول، مضمونة من تنطلق على المركز الأول من هجن الرئاسة بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم ألوهي، بمن يقدم لنا مضمونة التي تقود هذه المسيرة على المركز الأول. المركز الثاني الوصول مع غزوة من هجن الشحانية، فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري قادما على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث الصميمة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز سعد بن محمد آل بوبح المري، من يتابع انطلاقة الصميمة.
القادمة على مستوى المركز الثالث. بدأت التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، لمن الناموس ولمن الفوز والانتصار ما بين هذه الأسماء، ما بين هذه الشعارات. هجن زعبيل من الجانب الأيمن بهذا الأداء الكبير، أول نداء لانطلاقة هذا الشعار بمتابعة بن مراشد. من يقدم لنا هذه الانطلاقة الكبيرة؟ زعفران، زعفران من هجن زعبيل بمتابعة المضمر راشد بن محمد بن مراشد. من يقدم انطلاقة زعفرانة؟ ولكن العودة للمقدمة، هجن الشحانية، هجن زعبيل، الله الله، المتألق والعصاف الأبطال يقدم لنا زعفرانة، زعفرانة بهذا الأداء الكبير. هجن زعبيل، هجن زعبيل على المركز الأول مع زعفرانة، تبحث عن الزعفران، عن الناموس والعصاف الأبطال بدون أي أوامر. المتألق راشد بن محمد بن مراشد، من يقدم لنا زعفرانة مع الفوز والانتصار؟ تهانينا والناموس، لحظات وصولها إلى خط النهاية بدون أي أوامر. راشد بن محمد بن مراشد من قدم لنا زعفرانة. المركز الثاني الغزالة من الشحانية، وثالثا شعار هجن الرياسة، ورابعا هجن إنتاج أم الزبار، والمركز الخامس هجن الشحانية. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن زعبيل على فوز زعفرانة بالمركز الأول. تهانينا والناموس المتألق راشد بن محمد بن مراشد، والتوقيت الزمني من مسافة 5 كيلو مترات مشاهدينا متابعينا الكرام. هنا لحظات الإعادة، لحظات الفوز والانتصار، 7 دقائق 20 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية، وتوقيت زعفرانة من هجن زعبيل. تهانينا والناموس للمتألق راشد بن محمد بن مروشد. بينما المركز الثاني كان الوصول بتوقيت 7 دقائق 20 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز الغزالة بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل. بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعي الكرام 7 دقائق 22 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة مع جود بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس.